أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، وزارة التربية والتعليم تسحب أوراق مادة الرياضيات من مركز تصحيح الشهادة الثانوية ولجنة المعلمين تدين. التحضير للعروة الصيفية والشتوية للمشاريع القومية الأربعة، وأيضا نسلط الأضواء على الأحداث التي وقعت ببعض قرى محلية كتم وتوقيع وقف العدائيات بين قبيلتي الفور والتامة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. حكومة ولاية شمال دارفور تؤكد مقتل 7 مواطنين وجرح وفقدان آخرين في أحداث كتم. نشر قوة مشتركة بمحلية كتم ولجنة أمن شمال دارفور تدين الأحداث وتدعو المواطنين للتعاون. نشطاء ينتقدون بيان حكومة شمال دارفور حول أحداث كتم ويتهمون مجلس الأمن والدفاع بتجاهل ما يجري في الولاية. تضرر أكثر من 4000 أسرة من السيول بالنيل الأبيض و3000 أسرة أخرى بمحلية المناقل بولاية الجزيرة. وفاة 29 شخصا وانهيار 1162 منزلا بمناطق متفرقة من ولاية شمال كردفان جراء السيول والأمطار. الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني تدعو الآلية الثلاثية للمساعدة في تجميع المبادرات. الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة تجتمع بالشيخ الجد رئيس مبادرة نداء أهل السودان. التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بين قبيلتي التامة والفور اليوم بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. تدشين مبادرة دعم التعايش السلمي بمنطقة دار السلام التابعة لمحلية أبكارينكا بولاية شرق دارفور. حميدتي يقول أموال المزولية المجتمعية كفيلة بتأهيل مناطق التعدين. بنك السودان يعلن إصدار الطبعة الثانية من فئة الألف جنيه. محامو الطواري لا شرعية دستورية أو قانونية لعودة النظام العام وقانونه. إعلان نتيجة شهادة الأساس بالنيل الأبيض بنسبة نجاح 75% والتلميذتان أسرار إبراهيم ضحية وتقى عبد الرحمن عبد القادر تحرزان المركز الأول بالولاية بمجموع 279 درجة. شكرا الأمين رمضان. استنكرت لجنة معلمين السودان ما قامت به وزارة التربية والتعليم من سحب أوراق مادة الرياضيات من مركز تصحيح الشهادة الثانوية، وتقول اللجنة ما حدث بالأمس نتيجة حتمية لجلوس شخص واحد على أعلى ثلاثة مناصب في وزارة التربية والتعليم، في إشارة إلى وزير التربية الأستاذ سامي الباقر من لجنة معلمين السودان يشرح ما حدث بالأمس. مرحبا أستاذ. بخصوص ما حصل في مركز الرياضيات، القضية أصلا هي ما بدأت يعني أمس أو أول أمس، يعني القضية بدأت من قبل التصحيح لما اعترض المصححين على أنه الأجر كان مرصود لهم في الوقت ذاك، هو اعترض أنه كان بسيط وكان بيطالبوا بزيادة، وحصل سجال ما بين وزارة التربية والتعليم والمصححين، فتوصل بعد ذاك الاتفاق أنه يتم إعطاء كل مصحح 300,000 جنيه في كل المواد. ففي بعض المواد تحفظوا على الحاجة دي، إنه ما ممكن يتم إعطاء كل المواد رقم واحد، والمجهود اللي حيبذل ما حيكون واحد لاختلاف طبيعة المواد وطبيعة الأسئلة وعدد الأيام اللي حيقضوها في كل مادة. من ضمن المواد اللي تحفظت على الحاجة دي مادة الرياضيات، على اعتبار إنه مادة الرياضيات هي عندها خصوصية في إنها عدد أيامها دائما بتكون أكثر من الأيام بتاعت بقية المواد، فاعترضوا ولما بقية المواد نزلوا في إنهم يصححوا مصححي الرياضيات رفضوا إنهم يوافقوا التصحيح، قالوا إلا بعد يتم تمييزهم بناء على إنهم عدد أيامهم حتكون أكثر. يعني حسب ما ورد منهم من إفادات من مركز التصحيح إنه تم وعدهم بإنه إذا تجاوزوا الحد
بتاع التصريح اللي هو 3 أسابيع، وزارة التربية حدد لهم الحافز بتاع التصريح. وعندما حدث يوم الخميس الماضي هم أكملوا 3 أسابيع، واللجنة كانت مكلفة في البداية تواصلت مع وزارة التربية والتعليم مع الوزير على اعتبار أنه يزيد لهم المبلغ المرصود، لأنه لسه ما تبقي لهم أسبوع، معناه حيواصلوا ما يقارب الشهر في التصحيح. فيبدو أنه ما كان في استجابة، فقرروا أنه يدخلوا في إضراب عن العمل من يوم السبت الماضي. فدخلوا السبت والأحد والاثنين في إضراب، ولكن ما كانت في استجابة من وزارة التربية والتعليم، يعني ما تواصلت معهم الوزارة، مع الوزير ما جاهم، إدارة الامتحانات ما ظهرت عليهم. بالأمس وهم جايين للتصحيح تفاجأوا بأنه أوراق الامتحان بتاع الرياضيات تم سحبها من مركز الرياضيات، ورئيس الورقة الزول المسؤول من الورقة في التصحيح أبلغوا منه حياخدوا المبلغ المرصود اللي هو 300,000 ويمشوا، والورق تم سحبه في وزارة التربية والتعليم على اعتبار انه حتواصلوا جهة تانية، حتواصل التصحيح. وهم حسب كلامه انه المتبقي في التصحيح ما يقارب 25% من الاجراء بتاع التصحيح لغاية رصد الدرجات. فالكلام ده لقى استهجان كبير جدا من قبل المعلمين. نحن نفتكر انه المطالبة بزيادة الاجر غريبة ولها يعني حاجة بتستدعي انه يتم التعامل مع المعلمين بالطريقة دي. كان على إدارة الامتحانات وعلى وزير التربية والتعليم انه يتواصل مع المصححين والمعلمين ويبلغوا منه ما طالبوا به، وده هو جزء من حقهم وبيستحقوا، وبعد ذاك يوريهم ظرف الوزارة انه ما بتقدر تزيد لهم. فمتأكد انا في الوقت ده كان المعلمين كان حيواصلوا التصحيح، ما بيكون في مشكلة. لكن التصرف ده تصرف فيه نوع من عدم التقدير للمعلمين، وفيه نوع من عدم الاحترام للمجهود اللي بذلوه وللعمل اللي بيقوموا به العظيم اللي بيميز كل الشعب السوداني. يعني هم العام بيصحح لهم في ورق لما يقارب اكثر من 500,000 طالب، كويس، عمل عظيم بيقوموا به المعلمين. وحتى الاجر اللي بياخذوه ده اللي هي 300,000 تم رفضها اول مطالب بها في الزياده. فانا ما بفتكر انها هي حاجه بتستدعي التصرف فيه وعدم احترام بالنسبه للمعلمين. فوزاره التربيه والتعليم جانب الصواب بصوره كبيره جدا التعامل مع المعلمين بالطريقه دي، ونحن في لجنه المعلمين بنستنكر الطريقه اللي تعامل بها الوزير ده، وبنطالب تطالب صريحه بانه هذا الامر انه ما يمر مرور الكرام، لانه ده فيه طعن للمعلمين وعدم تقدير للمجهود اللي قاعدين يقوموا به، وفيه فتح لباب كبير جدا في عدم الثقه بين المعلمين وبين وزاره التربيه والتعليم، ربما يعني تتطلب يعني اجراءات كبيرة جدا عشان تعيد الثقة للمعلمين في وزارة التربية والتعليم. الإجراءات اللي اتخذتوها حتى الآن أنتوا كلجنة بتاعت معلمين، شنو المتوقع يعني؟ طيب نحن في لجنة المعلمين تنكرنا الموضوع ده امبارح. مكتب الإعلام في لجنة المعلمين طلع بيان وضح فيه موقف اللجنة من الإجراء تم، ونحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات أكثر حدة في الموضوع ده، وبنفتكر إنه الموضوع ده مفترض ما يمر مرور الكرام. هذا الموقف الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم متمثلة في الوزير، وللأسف هو الوزير والوكيل والمدير العام للامتحانات، يعني 3 مناصب عليا في الوزارة يعني بيجلس عليها شخص واحد. فواحدة من الحاجات اللي نبهنا بها في لجنة المعلمين إنه من الخطورة بمكان إنك تضع شخص واحد على أعلى 3 مناصب في وزارة التربية والتعليم، ودي نتيجة حتمية ما حدث في امتحانات الشهادة السودانية هذا العام، نتيجة حتمية لجلوس شخص واحد على أعلى 3 مناصب في وزارة التربية والتعليم، بيظهر السلوك المتهور زي اللي حصل امبارح في مركز تصحيح الرياضيات، وقبله من السلوكيات اللي حصلت كثيرة جدا، وضع شائع، وضع ما صحيح، مفترض يتم تصحيح هذا الوضع حفاظا على طلابنا وحفاظا على أبناء الشعب السوداني. هيبة المعلم وهيبة الشهادة السودانية، يعني أنت بتسحب الأوراق من المركز كأنه المعلمين طالبوا بحقوقهم. هل جزاء المعلمين اللي مطالبوا بحقوقهم إنك أنت تتعامل معهم بالطريقة الفظة دي، تسحب الأوراق وتدخل المركز وتقطع الموية والكهرباء من المراكز عشان المعلمين يمشوا ويطلعوا من السكن؟ ده سلوك غير مسؤول، ده تصرف أنا أفتكر إنه تصرف ما فيه أي نوع من الحكمة. يعني بدأ التحضير للعروة الصيفية والشتوية بالمشاريع القومية الأربعة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى
من التحضير حتى الآن، ولكن مشكلة التمويل من وزارة المالية تقف عائق أمام تنفيذ بقية التحضير. المزيد في حديث المهندس قسم الله خلف الله قسم الله، مدير عام عمليات الري لبرنامج جولة السودان. مرحبا باش مهندس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مهندس مستشار قسم الله خلف الله قسم الله، مدير عام عمليات الري. حقيقة يمكن التحضير للعروة الصيفية والشتوية بالمشاريع القومية الأربعة بدأ مبكرا من أبريل، واستمر العمل يمكن حتى الآن في التحضير للعروة الصيفية. ويمكن أنشطتنا داخل هذه المشاريع بتتلخص في إزالة الأطماع والحشائش من المشاريع، وصيانة المنشآت المائية، والأعمال الميكانيكية. حقيقة يمكن أنجزنا عمل كبير جدا في الفترة السابقة من 1/4 وحتى الآن. والمشكلة الوحيدة اللي بنعاني منها مشكلة التمويل. مشكلة التمويل حتى الآن نحن يمكن يكون تغذية حسابنا من وزارة المالية احنا نعتبره صفر حتى الآن. احنا قدمنا ميزانية ب 24 مليار، حتى الآن لم يصلنا منها يمكن نقول رصيدنا صفر. فعندنا مشكلة كبيرة جدا مع المقاولين، هنالك عدد كبير جدا من المقاولين الآن يعملون ويعيشون في ظروف صعبة جدا، والعمل يمكن يعملوا بالدين. وحقيقة احنا قعدنا مع جهات الاختصاص كثيرا للتمويل، ولكن حتى الآن يعني لم يصلنا أي تمويل. ويمكن تحضيرنا واستعدادنا اللي بديناه من 1/4 يمكن حتحصل ربك كبير جدا إذا ما جاء التمويل. ويمكن نحن بنتوقع أنه يحصل بعض الصعوبات الري في الأيام المقبلة إذا لم يتم تغذية حساب وزارة الري لعملية التشغيل والصيانة. حتى الآن ما عندنا مشكلة عطش، ما عندنا مشكلة، بل هنالك مشاكل بتاعت غرق في المناطق مشروع الجزيرة وغيرها من المشاريع للأمطار الكثيفة داخل يمكن مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى. حتى الآن إحنا يمكن في مشروع الجزيرة يمكن المنفذين الآن حوالي 10 مليون متر مكعب في اليوم، بدلا من 25 مليون متر مكعب يمكن قطعنا حوالي 15 مليون متر مكعب طبعا للأمطار الغزيرة بالمشروع. نحن إن شاء الله يعني إذا جانا التمويل، وهنالك بعض التوقعات أنه في الأسابيع القادمة يتم تغذية حسابنا، إن شاء الله يكون استعدادنا للعروة الصيفية والشتوية بوضع أحسن إن شاء الله. شكرا. وفي هذا الجانب المستمعون الكرام من جولة السودان، نقف على الأحداث التي شهدتها بعض قرى محلية كتم، ونبدأ باستطلاع وسط الإدارات الأهلية بمنطقة ملاقات التي شهدت حرق ونهب لممتلكات المواطنين من قبل الميليشيات، فلنتابع هذا الاستطلاع. الحصل انه كان حصل في قتيلين، القتل ده كان شكله كيف؟ الشكل وعلاقة الناس بالمنطقة شنو؟ والله الناس دي ما عندهم علاقة بكتل ذاته، الكتل ذاته ما عنده له أي جهة، بس الناس جو وقالوا في نفرين ميتين هنا وقبال على البلد ما يعلموا هم علموا كيف أنا ما أعرف، وجا شبكوا ناس البلد. الناس قال لهم يا أخوانا ده أثر، أثر ماشي كده أطبق أثر ده، قال لا أنا بس خلاص هدنا هنا ما نمشي أي مكان. وقاموا بالدق والحرق والنهب المال وكل الكلام ده بيجي في منطقة الملاقات، وما في أي جهة كده بيجي بفز الناس. والله عملية عملية موصف. هل في ناس اختطفهم؟ في ناس اختطفهم زي سبع راجل، أي اختطف سبع راجل الشيخ آدم عبد الكريم، آدم محمد عبد الكريم ومعاه هل وين سلّي رفينا خمسة. وهذا الشيء الحاصل هنا في منطقة الملاقات، ومنطقة منطقة كان مواسي ومنطقة منطقة مواشي، لكن الليلة ما خلوا منه شيء، ما أنت كله نحبه شت. في معلومات بشير إنه يا أخي في ناس بعد ما حصل المداهمة بالنسبة للمنطقة ده، نعم يعني في ناس أسر أطفالهم وناس كبار، أطفال دين شرد يعني ناس ما معروفين حتى الآن ما لم هو أطفال دين شرد حتى الآن البرد وزيد حتى الآن ما لم هو في أطفال شرد وزيد، وفي أجهزة كمان تلو في داخل البيت برضو سندين يومين ما أكلوا في داخل البيت.
القوات اللي وصلت هناك قالوا في معلومه انه في قوات الدعم السري وصل هناك، هل وقف انه يوقف المشكله؟ ما وقفت حتى الان، اليوم هم كان مشوا امس وحتى الان الناس شغالين تشب بجاي والنهب بجاي شغالين الناس، وما في زول عدد في الحريه، كل الناس برا في جبال ده في منطقه من الاغاني. برضو في الحادثة المؤلمة اللي حصل بمنطقة ملاقات برضو بنستضيف العمدة حسن عبدالعزيز، وهو برضو من أعيان المنطقة، يروي لنا برضو ما جرى هناك وماذا يحتاج له المنطقة الآن. تفضل. والله نحن الخبر ده جانا حوالي الساعة 9 صباحا الأمس، ومنذ وصلت الحادث ده نحن بلغنا الحكومة، المجلس، المدير التنفيذي زائد مدير الشرطة، واروينا له بالحادث، وسهيل لقينا هو عنده إلم مشى رسل العربية، مشى رسم الحادث ورجع جاء وخلاص، قيدنا للمسا يا هو بدل حرب والنهب، وفي زول الهسة جايبين له لحد ماتوا فيه 5 نفر، ده كان في محل ماله وضربوه وشايلينه جايبينه عنه يسقفوه. يا هو حصلت بعد إسعافه يا هو ماتوا 5 نفر من وراه، وكان عجز الكبار والناس المعاقين في الهلة رفوهم أنه يجيبوهم يسفوهم يسفوهم في المدينة ويوصلوهم في محل آمن. بعد ذاك يا هو الصباح تلينا قوة مشى، ويا هو زي ما قال شيخ إبراهيم مشى اللي يقول حادث بعينه مقبله جوا. نحن جينا اجتمعنا مع مدير التنفيذي ورينا ما حصلت في البلد، وقلنا له يعزز قوة أنه يحمي المواطن، ولكن يعني ما زال الآن مطاردات وشيء الأموال يعني مستمر، ونحن دارين من الحكومة يوفر، لأنه يوفر الأمن، لأنه ده شعب، الشعب ده شعب شعبه ومواطن مواطنه، ونحن الحرق القرى. يعني نحن بدون الحرق الأمس اليوم ذاته علمنا أنه قاعدين مع مدير التنفيذي ومدير الشرطة، لكن علمنا أنه في حرق تاني في شواي وفي نينت، ونحن نقول بس دارين الأمن من الحكومة، حكومة الولاية إيقاف الله فينا ويحمي شعبه. ده نحن ما قصدنا أنه يرسل قوة مشتركة كاملة، لأنه السنة الموسم بتاع الخريف موسم خير وبركة، والناس زارين الآن، الناس زارين والخريف متبشر، ولكن الايخ ده يعني نحن ترك الناس ده قالها انه يتفروا كله في الاعراء. هسه الناس ده كله في الجبال في كراكير، اول حاجه الحكومه يوفر لهم الماوى ويوفر لهم الحمايه من المطر، لانه الناس فرت والمال ذاته اتشالت. ده اللي حاصل في المنطقه. نحن والله نوصي انه حكومه يخاف الله فينا ويوفر الامن ان شاء الله. طيب نحن الآن في داخل مستشفى قطم، نعم، وأمام مشرعة قطم، نتيجة الأحداث اللي جرى في منطقة ملاقات، نستضيف الآن الشيخ منجل ومن أعيان المنطقة والشيخ في معسكر كساب، نعم، ممكن يروي لنا ما جرى بالتحديد في منطقة ملاقات من يوم الاثنين لقائد اليوم الثلاثاء. أي نعم. تفضل يا شيخ. كلنا الحاصل. أي بارك الله فيكم. وأديش يا الحاصل في منطقة الملاقات بالذات. والله يا أخوانا أنا الليلة مشيت شهدت بعيني، لأن لقيت الناس كله في الجبال، والناس ده بدوا في الزراعة، قاعدين بزروا البهرد بهرد والبزرة بزرة، والناس ده كله غلوا الزراعة وإيش محمل باكل، والناس تعبانين والمال باكل، والناس ده كله طلعوا في الجبال. زول كده موجود في المنطقة ما لقينا، ولقينا الجسد مدفق من أمس الليلة الصباح، رفعنا حوالي الساعة 11 جبنا الجسد هنا في مستشفى كتب، الناس الميتين 5 والمجرين 3 وكلام لا حول ولا قوة. وحالا أنا قاعد يعني شايف شهدت شهود العيان، أنا بعيني شفته إنه الناس طشوا الحلال فوق هجر بتاع هجر مونجو في مش سبع الملاقات ذاته بالذات، وحتى بقول له شواي دينار مولي فوق، وبعد ده كله الشغلة ده بقت يعني خلاص ساقوا الغنم، وأنا شايفينه برضه جا غنم مخربين. والله يا اخوانا عملية موصف، ونحن كناس يعني مواطنين ملاقات
نحتاج للأمن يا أخوانا الليلة قبل بكرة، نحتاج للأمن ويبقى الناس ديل يعمنوا المحال حتى الناس ديل يرجعوا يمكنوا في زرام، لأن الناس كله في جبال. والنزة تاني نزوة تاني كمان قبل جانوا في معسكر كساب برضو، يعني أنا شاهدنا يوم الصباح بدري ده قريب 100 همار داخلين بيالهم، ناس داخلين بيالهم في 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 كساب نفسه معسكر كساب. وده عملية عملية مؤسف، وصحيح جينا تعلمنا المدير التنفيذي وتعلمنا الشرطة وتعلمنا كل الجهات يا اخوانا عفزونا، الناس ديل عفزوهم، الناس ديل خلاص الأمور يعني بقى أمور ما سمع. وعلى دول الكلام ده هو حصل الشيء الحاصل، وغايته أي كده الناس دي يساعدونا إن شاء الله فوق قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبقى في أحداث منطقة ملاقات بمحلية كتم، أصدرت حكومة شمال دارفور صباح اليوم قرار تدين الأحداث. استنكر عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان وتأخر حكومة شمال دارفور في التدخل ومنع الأحداث. نستمع إلى تعليق الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة سهام حسب الله من مدينة الفاشر حول بيان حكومة شمال دارفور. احنا اولا يعني شكرا على سرادي دبنجا للاستضافه ولتخصي الحدايق، وانا بدين الاحداث اللي حصل لاهلنا في منطقه ملاقات شمال كتم، ده حادث يعني مؤسف جدا يعني، وكونه انه الناس يجلي عمل السلام وانه يحصل يوميا خطف للناس واباده مستمره وحرق للقرى، يعني كاننا احنا راجعين للمربع الاول يعني 2003 وكده. وأنا أترحم على أرواح الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، ونسأل حكومة الولاية إنه عاجلا يعني يرجع المختطفين لزويهم. يعني البيان بتاع الحكومة مفترض تمشي على الحقائق، يعني لأنه الناس الماتوا دي الناس ما مجهولين على فكرة، ناس جايين من منطقة قرير، يعني الفردين اللي قوم ميتين أصلا في منطقة ملاقات ده يعني ناس معروفين وماتوا في المنطقة ده، يعني ناس معروفين من قرير، يعني فما في حاجة اسمها مجهولة. يعني الحكومة لازم تتجرى يعني تحدد إن هوية الناس هم منهم، يعني ما دائما في كل الملابسات الأمنية الناس يموتوا ويحرقوا القرى ويقتلوا ناس يختطفوا ناس ويجي يقولوا إنه مجهول، يعني فما عارف إنه المجهول ده إلى متى استمر الوضع هكذا. يعني أنا الأوان إنه الناس لازم يواجهوا المشاكل ويقيفوا عشان يحلوا الأزمة من جذور، يعني على أساس إنه الناس يتعافوا ويمشوا لسلام حقيقي، يعني يتحولوا لوضع بتاع تحول ديمقراطي حقيقي، يعني يقدروا يتعافوا ويعيشوا مع بعض يعني. لكن بجد يعني شو موسف جدا يعني من حكومة السودان، يعني إنه يوميا في دارفور يموتوا آلاف من الناس ويتحرقوا القرى ويبيدوا ناس ويختطفوا ناس، ولخايت هسه المجلس السيادي ما قاعد يعقد جلسة واحد على أساس إنه يقيف على الحاجات ده بنفسه في دارفور. يعني وانصي إنه الولايات الثانية لو حصل حاجة بجروا المجلس السيادي كلهم بيرمتهم بجروا بمشي هناك بيتخذوا وبعملوا مجلس أمن طارئ وكده، كأنه إنه دارفور ده ما عندهم به علاقة ولا ما عارف الحاصل بالضبط شو. يعني فنناشد إنه الحكومة ولجنة الأمن بتاع الولاية بالرغم من إنه رسل التعزيزات العسكرية في زمن متأخر جدا، يعني لأنه طبيعة الصراع من أول أمس لمن بدأ فكان واضح الاتجاهات بتاعته يعني الأمنية، فكان الدواعي الأمنية إنه كان تمشي على العجالة. يعني أخونا الوالي كان يرسل القوة من أول أمس، يعني يوسلس مشوا أمس بعد الحادث بعد ما الناس ماتوا والقرى اتحرقت واختطفوا الناس، يعني ما عنده أي معنى. فنناشد إنه اللجنة الأمنية دائما في الأحداث يكون سباقة يعني عشان يمشي يقلل من الصراع. ونبقى في محلية شمال دارفور حيث تم توقيع ووقف العدائيات بين قبيلتي الفور والتاما بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور صباح اليوم. معنا من هناك محمد خاطر يفصل أكثر حول الاتفاق الذي تم بين قبيلتي الفور والتاما. ولاية شمال دارفور محلية سرف عمرة، التاريخ اليوم يوم 17/8/2022 الموافق الأربع، اليوم تم توقيع وقف العدائيات بين قبيلتي الفور والتامة. وللفور والتامة مشكلة يعني منذ عامين تقريبا، وسبب المشكلة في أنه يعني التامة يعني مشوا أخذوا يعني صبغة قانونية للقب سلطان، والفور رفضوا الكلام ده باعتبار أنه الكلام ده لا يجوز داخل دارفية، باعتبار أنه يعني الفور عندهم شرطاي ولا يجوز ولا يسمح لأي قبيلة أخرى أنه يكون عنده يعني إداري بمستوى الشرطاي، ولذلك
يعني حصل صراع، والصراع يعني استمر في شكل نقاش ومخاطبات، ولكن للأسف الشديد يعني حكومة الولاية لم تتدخل في الوقت المناسب، حتى يعني دار صراع ودار حرب بين الطرفين داخل مدينة سرف عمرة، أدى إلى قتل 6 أشخاص وعدد من الجرحى، وثم بعد ذلك يعني بعد أن تم إزهاق تلك الأرواح الغالية علينا، بعد ذلك تدخلت قوات الدعم السريع ولجنة الأجاويد المحلية، وتم توقيع اتفاق وقف عدائيات، واليوم أيضا يعني جمعية العقيد موسى حامد أمبيلو رئيس لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع وصل إلى سرف عمرة منذ يوم الجمعة الماضية، وكان في لقاءات ماراثونية طويلة جدا جدا، وفي النهاية تكونت لجنة للأجاويد، وهذه اللجنة الأجاويد يعني مشت بين الطرفين، وبعد ما يعني قابلت الطرفين في النهاية تم توقيع وقف الأدائيات بصورة تامة بين الطرفين. وكان شروط وقف الأدائيات بين الطرفين، أول حاجة يعني لابد من وقف الأدائيات بين الطرفين بصورة تامة، ثم بعد ذلك يعني على الطرفين أن يعملوا على حماية هذا الاتفاق، وكذلك عدم إقامة الاحتفالات أو الاحتفاء بتنصيب سلطان التامة. يعني هذا الاتفاق بتاع الأدائيات اليوم وقف يعني أنه أهلنا التامة ما يقوموا أو التامة ما يقوموا بتنصيب سلطانهم في داخل دارفية، وأنا أعتقد أنه هذا البند بينزع فتيل الأزمة اللي موجودة بين الطرفين، لأنه المشكلة كله في أنه التامة دارين يقيموا سلطنة والفور رافضين هذه السلطنة. كذلك من بنود الاتفاق تعزيز بناء الثقة بين الطرفين وتمكين الأطراف للاستفادة من المرافق الحكومية. نحن يعني بعد استطلاعنا للمواطنين يعني وأخذنا آراء، وجدنا أن المواطنين مرتاحين جدا لهذا الاتفاق بتأقوق في أدائيات، لأنه يعني ده باقين الدماء، وكذلك يعني يخلي الناس يعيشوا في أمان، لأنه يعني أي حرب موجودة تحدث في منطقة معينة لا يتضرر منها يعني الطرفين المتحاربين، إنما يتضرر منه كل المواطنين الموجودين. لجنة السلم والمصالحات بترمي في هذا الاتفاق الأول بتاع وقف العدائيات أن يكون في تتويج لاتفاق صلح في الأيام القادمة، وهذا الاتفاق بتاع الصلح بيحضره محمد حمدان دقلو هيميتي قائد الدعم السريع ونائب رئيس المجلس الانتقالي، وكذلك مواطني سرف عمرة يحدث من زيارة محمد حمدان دقلو إلى تقديم مشروعات تنموية، وهذه المشروعات التنموية يحتاج إليها المواطن في كثير من الجوانب، سواء كانت جوانب الخدمية، سواء كانت تعليمية، سواء كانت صحية وما إلى ذلك. هذا الاتفاق يعني جعل المواطنين يكونوا مرتاحين في هذه المحلية. والآن نذكر بالعناوين. حكومة ولاية شمال دارفور تؤكد مقتل 7 مواطنين وجرح وفقدان آخرين في أحداث كتم. نشر قوة مشتركة بمحلية كتم ولجنة أمن شمال دارفور تدين الأحداث وتدعو المواطنين للتعاون. نشطاء ينتقدون بيان حكومة شمال دارفور حول أحداث كتم ويتهمون مجلس الأمن والدفاع بتجاهل ما يجري في الولاية. تضرر أكثر من 4000 أسرة من السيول بالنيل الأبيض و3000 أسرة أخرى بمحلية المناقل بولاية الجزيرة. وفاة 29 شخصا وانهيار 1162 منزلا بمناطق متفرقة من ولاية شمال كردفان جراء السيول والأمطار. الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني تدعو الآلية الثلاثية للمساعدة في تجميع المبادرات. الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة تجتمع بالشيخ الجد رئيس مبادرة نداء أهل السودان. التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بين قبيلتي التامة والفور اليوم بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. تدشين مبادرة دعم التعايش السلمي بمنطقة دار السلام التابعة لمحلية أبكارينكا بولاية شرق دارفور. حميتي يقول أموال المزولية المجتمعية كفيلة بتأهيل مناطق التعدين. بنك السودان يعلن إصدار الطبعة الثانية من فئة 1000 جنيه. محامو الطوارئ لا شرعية دستورية أو قانونية لعودة النظام العام وقانونه. إعلان نتيجة شهادة الأساس بالنيل الأبيض بنسبة نجاح 75%، والتلميذتان أسرار إبراهيم ضحية وتقى عبد الرحمن عبد القادر تحرزان المركز الأول بالولاية بمجموع 279 درجة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.